شو الحكي الفاضي اللي عم يحكوه؟ معقول واحد يعني ضل 100 سنة لحتى يشتغل بالفن؟ ما فهمت عليك. الشغلة بسيطة وما بدك لا تعقيد، يعني لا بدها لا ثقافة ولا علم ولا حكي فاضي، ما في أسهل منها. طيب شو هي؟ دعايات. دعايات؟ الدعايات هي أسهل طريقة للشهرة والنجاح، وشغلة ما فيها كل الكركبة هاي، وأنت حلوة، والله حلوة يعني خرجت تشتغلي بالدعايات. أنا يعني أنت هيك بتشوف؟ إيه أنا هيك بشوف، لأنه اللي بيشتغلوا بالدعايات مو أحلى منك ولا أحسن منك. إيه طيب بس زلنا نعم. لا بس ولا شيء. الشغلة خفيفة نظيفة وفيها قرشين حلوين. هلا أنت بتشتغل بالدعايات؟ أنا بشتغل بالدعايات. يعني أنت بتعرف الناس اللي عم يعملوا دعايات؟ ذكرا أنا اللي بعرفه. طيب مين بتعرف مثلا؟ أنا بعرف أهم واحد فيهم، بتعرفي مين؟ نواس. طيب حسني طيب شو عم تساوي عندك؟ تعال نخلص. نواس. طيب حسني يلا جاي.